بسم الله الرحمن الرحيم. احنا هذا اليوم حضرنا الى محافظة ذيقار، وكان هناك عرض للخطط الأمنية الخاصة بتأمين زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام لمحافظات البصرة وميسان وواسط وذيقار والمثنى. عرضت الخطط أمام اللجنة الأمنية العليا في مقر قيادة عمليات سومر. استمعنا إلى إيجاز مفصل من قبل قادة العمليات وقادة الشرطة عن خططهم وإجراءاتهم وكل تفاصيل الخطط الأمنية، إضافة إلى تنسيق مع الخطط الأمنية الموضوعة من قبل المحافظين السادة المحافظين والمحافظات الموجودة. هذه المحافظات تعتبر محافظات الانطلاق باتجاه كربلاء المقدسة، وكذلك اللي يميزها وجود منافذ صفوان والشلامشة والشيب وأزرباطية. هذه المنافذ راح تكون دائما شغالة لدخول الزوار الأجانب من دول الخليج العربي وكذلك من الجمهورية الإسلامية. هناك يقدر عدد الزائرين اللي راح يدخلون هذه المنافذ من منفذ صفوان والمنافذ الثلاثة الأخرى الشلامشة والشيب وأزرباطية، أكثر تقريبا يتجاوز بين 3 إلى 5 مليون زائر. هذه الزائرين راح تسلك الطرق المؤدية إلى كربلاء المقدسة. ناقشنا حماية هذه الطرق، ناقشنا نقاط الإركاب، ناقشنا وجود كذلك توفر الجهد الطبي والخدمي وكذلك الاستطلاع الجوي، كذلك تفاصيل الخطط الأمنية والاستخبارية من قبل الوكالات الاستخبارية، وكالة الاستخبارات وجهاز الأمن الوطني والمخابرات وكل الأجهزة الأمنية الموجودة. ناقشنا أيضا موضوع القيادة والسيطرة في هذه المحافظات وتأمين حماية الزوار. كل هذه الأمور نوقشت خلال وجودنا للاستماع وعرض الخطط من قبل قادة العمليات وقادة الشرطة. شكرا. بالتأكيد احنا حددنا يوم 19 من هذا الشهر مصادف 1 صفر، وتنتهي الى حين انتهاء الزيارة في 20 من صفر الموافق 9/9. يعني احنا حاليا بهذه المحافظات عندنا المثنى وواسط بالكامل تحت سيطرة قيادة الشرطة في المحافظتين. الان عندنا قيادة شرطة قيادة عمليات سومر جاي نجري باجراءات استلام المسؤولية الأمنية. السلام عليكم سيادة. عليكم السلام. راسم السعيد مراسل قناة نزلة الفضائية. استلام المسؤولية الأمنية. السلام عليكم سيادة. عليكم السلام. قيادة شرطة ذيقار مخصصة لها تقريبا أكثر من 2000 متطوع العقود اللي راح أكملوا التقديم، وحاليا جاء تجري إجراءات الفرز وراح يدخلون التدريب خلال 2 أسبوع القادمة. شكرا.